السلام عليكم. يعطيكم العافية. السلام عليكم. تسعى الوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية إلى تقديم برامجها السنوية لقاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين، وكما يعلم الجميع أن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية قبل شهر رمضان المبارك كان مدعاة لحرص الكثير من المعتمرين والزائرين والمصلين إلى قدوم المسجد الحرام. ركزت الوكالة على عدة أمور، من أهمها الأمور التقنية. شهر مبارك، تفضل الله منا ومنكم، الله يعطيكم العافية. من ضمن هذه البرامج المقرأة، مقرأة الحرمين الإلكترونية. هذه المقرأة والله الحمد لله من اليوم نتكلم عن عدد المستفيدين يزيد عن نصف مليون مستفيد. كيف حالكم؟ ساكم طيبين؟ كيف عمل هيا معكم؟ كيف الضغط؟ إن شاء الله الله يفككم عينكم، الله يعطيكم العافية. من أعمال الهيئة في المسجد الحرام في هذا الشهر المبارك هو توجيه النساء في صحن المطاف إلى مصلياتهم. كيف يكون العمل في شهر رمضان؟ قبل الصلوات بعشرين دقيقة أيوة. تم توجيه المصليات النساء المصليات إلى مصليات من داخل صحن المطاف. تمام. وتم يعني الانتهاء منها قبل الإقامة بدقائق. التطويف هي إدارة تعنى بتبصير المعتمر والحاج في أداء نسكه أثناء الطواف والسعي. من الأعمال وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب هي إهداءات المصاحف في المسجد الحرام للمصلين والمعتمرين. البرامج التي تقدمها إدارة المصاحف والكتب هي الحلقات القرآنية، وهي متنوعة ومتوزعة في أروقة المسجد الحرام. هذه دولاب مخصص للتراجم، تراجم على القرآن. نعم. والتفاسير. ما شاء الله. طبعة مجمع الملك فهد، وكذلك مصحف البرايل الورقي. نعم. اللهم لك الحمد في المصحف الإلكتروني. هذه دشنها معالي الرئيس. هذه دشنها معالي الرئيس، موجود الآن في القدرات الخاصة. ما شاء الله. العمل في المسجد الحرام وتقديم الخدمة لقاصدي المسجد الحرام فهي والله الحمد يعني مشاعر لا توصف، ويكاد العامل، وأنا أتكلم عن نفسي، أن ينسى نفسه ويذهب الوقت وهو لا يشعر بهذا.